طيب متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم يتجدد بكم اللقاء مره ثانيه مع انطلاقه الشوط الحادي عشر في مجموع اشواطنا في هذا اليوم وضمن مكرمه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله ورعاه الذي قدم هذه الجوائز في شتى ميادين الدوله تكريما وتشجيعا لهذه الرياضه العربيه الاصيله ولهذا الشعب الكريم. نذهب مع شعار مشعار بن سعيد بن غدير على ظهر سلهود يتقدم في هذه الجولة. أما المركز الثاني فهنا شعار أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعندنا الوحش اللي في المركز الثاني بقيادة مطر بن محمد بطبيعة هو من يقدم الوحش في ثاني المراكز، والمركز الثالث أرى اللي في ثالث المراكز من واقع الشعار شعار سعيد بن خليفة بن حميدان. المركز الرابع فانا شاهين تسمه وهو يتحرقص ويتمرمص ويروح 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 ويروح، ولكن خذ حذرك من الثاني والثالث والرابع والخامس، كلهم هاجمين، كلهم ناويينك، كلهم ناويين، كلهم ناويين يا مشعار، يلا يا ياك بن حميدان ياك. لا بن حميدان وين انسحب؟ انسحب من المعركه، انسحب انسحاب غير متوقع، انسحاب غير متوقع لسعيد بن خليفه بن رشيد. ما عليه، الايام جايه، الايام جايه، ولكن نحن بنشوف سلهود، بنشوف سلهود اللي ينعش على الميدان. الظبي الظبي اللي ياخذ الميدان، الظبي اللي له في المحافل له فعل حافل كرة مره على مره. الحذر يا مشعان، الحذر يا مشعان، لا تحرك غافل، والله ان خايف الرمركبي. حركه 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 حرك وهو يتحرك يا سلووو. راح 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 روح روح روح. اقرب منافس لك، اقرب منافس لك شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، الثالث شاهين اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. ولكن كمل الفرحه يا سلهود، كمل الفرحه يا سلهود. حرام حرام تنسحب، حرام حرام انك حافظت على المسافه 3 كيلو و800 متر 900 متر عندك المياه الاخيره ياك الجماعه يو. وصل 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 يا مشعار يا مشعار يا مشعار يا مشعار يا مشعار. الله الله في اللحظات الاخيره وطارت الطيور بارزاقها. تهني اسمه الشيخ حمدان بن محمد رايد المكتوب، الثاني اسمه الشيخ مكتوب بن محمد، الثالث مشعار بن سعيد الغدير، الرابع اسمه الشيخ حمدان بن محمد، الخامس اسمه الشيخ حمدان بن محمد. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. والله ما توقعنا أن ينسحب سلهود من المعركة في اللحظات